كل الأسر بتسأل طبعا، يعني اللي بيفكروا ان هم يلحقوا اولادهم بالمدارس اليابانية بيسألوا عن المصاريف، وعايزين نعرف حجم المصروفات فعلا في هذه المدارس عامل ازاي. المصروفات احنا اعلناها بالفعل، يعني الشروط والاحكام اللي احنا حطيناها على باب على منصه التقدم للاطفال، للاطفال القيد بالمدارس المصريه اليابانيه، اعلنا فيها عندنا المصروفات الدراسيه السنه دي 13700، ودي يمكن اول مره، يعني اول مره نعمل اي زياده في المصروفات من ساعه ما بدانا تشغيل المدارس المصريه اليابانيه لمده سنتين، وهي دي ودي معلنه وموجوده على الشروط والاحكام اللي على موقع بوابة التقدم. طب لو انتقلنا لمحور آخر وطلبنا منك تقيم لنا تجربة المدارس اليابانية منذ بداية عملها في 2018 ولحد النهاردة، يعني تقول إيه عن التجربة دي وعن التحديات اللي واجهتكم وتغلبتوا عليها إزاي؟ أنا هستأذن حضرتك بس هكمل جزئية خاصة بالمصروفات عشان كان مهم جدا لكل أولياء الأمور. إحنا عندنا من السنة اللي فاتت في ثلاث وسائل لسداد المصروفات. عندنا السداد بالمدرسة عن طريق مكنة الاي بي او اس الخاصة بالبنك اللي بيتم السداد عليه، ففي ممكن ولي الأمر يسدد يا إما بكريدت كارد يا إما بديبت كارد جوه المدرسة القسط المطلوب سداده في للطفل لطفله. المستوى الثاني ان احنا ممكن ولي الامر يتوجه للبنك بموجب اذن دفعه ويسدد في البنك المبلغ اللي هو محتاج ان هو يسدده على حسب المطالبه. وفي عندنا طريقه ثالثه، عندنا التقسيط المصروفات الدراسيه على 8 شهور بدون اي فوائد، مجرد بعموله سداد البنك هو اللي طلبها حوالي 100 جنيه عن كل قسط السداد، فبيتم تقسيط المصروفات الدراسية بالكامل على 8 شهور لولي الأمر بدون فوائد. في وسيلة رابعة السنة دي احنا دخلناها ان هو ممكن يسد منع على تطبيق التواصل مع أولياء الأمور. عندنا في تطبيق التواصل ما بين المدرسة وما بين ولي الأمر، فممكن ولي الأمر هو قاعد في البيت عشان الإجراءات الاحترازية وعدم الاحتكاك، ممكن هو قاعد يفتح الابليكيشن وبيخش على الايكون بتاعت السداد ويقدر يسدد من البيت. والسنه دي كمان عشان برضو اضفنا ميزه خامسه، ان احنا الاقساط يعني سداد المصروفات هيبقى على 3 اقساط وليس قسطين زي الـ3 سنوات اللي فاتت. فكل دي احنا عملناها بنحاول نسهل على اولياء الامور. في قسط هيتسدد بمجرد ما يتم قبول الطفل، وفي قسط تاني في شهر نوفمبر، وفي قسط تاني في شهر يناير. فراعينا برضو ان حتى قيمه الاقساط ما تبقاش بالك كبير في اوقات متقاربه عشان مراعاه للظروف الاقتصاديه اللي موجوده حاليا.